سكاكيد في يد وحدتنا لازم تصمد. سكاكيد في يد وحدتنا. صار يوم سوا غدا وانتفيت لا مبدا. صار يوم سوا غدا وانتفيت ولا مبدا. جينا هذا القطاع اللي هو السكن الاجتماعي لجميع مواطن الدولية والتشريعات الإسلامية، احنا قلنا ونعود نقولوها خاصها تعطى، ولكن فين كاين الخطأ؟ عند هذا المسؤول ما عايش في المغرب وما عارفش اش كيدير، مسؤول المدير ديال السكك الحديدية. إذا احنا كرابطة مع مجموعة ديال الإخوان غادي نحولوا هذه الوقفة إلى مدينة الرباط، وغادي نوقفوا أمام المسؤولين الكبار باش نحطوا لهم هذه المعاناة اليومية اللي كيعيشوها الإخوان السككيين وكذلك بعض المتقاعدين أخرين. الوقفة جات انطلاقا من الصمت المريب أو من سياسة الأذن الصماء التي تنهجها إدارة السكك الحديدية، رغم ما عملته الجمعية كمجموعة من البلاغات والبيانات التي أصدرتها على طول ابتداء من 2015 إلى يومنا هذا، لكن دائما 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 وأبدا سياسة الأذن الصماء هي التي تنهجها الإدارة ولا تتعامل مع المطالب، الشيء الذي ينذر باحتقان كبير. دير شي صيغة أخرى من أجل الإسكان اللي باقي ما ساكنش، دير لي شي صيغة باش يسكن كبناء عمارات أو الأماكن الفارغة هنا في حي السكاكيين، يحاولوا يبنيهم ويعطيو الإخوان اللي باقي ما ساكنينش، والإضافة لهذا وذاك ما منا باس، راه كاع كلهم لي زوفيس راه كلهم كيديروا كيعطيو الموظفين ديالهم مانحة ديال السكن، مانحة ديال السكن ما كتعطاش الإخوان، وفي نفس الوقت ما فوتوش ما بناو ما داروا حتى شي حاجة. نطالب بتفويت دور حي السكاكيين وبالثمن الرمزي الذي لا يفوت درهما واحدا، درهم الرمزي هو اللي كنطالبوا. هيهات إدارة السكاكيين تورطات بالمتملقين تغطات، واليوم راه تكشفات حصدات ودرسات وجمعات، ما خلات الخدام غير الفوتات، على الإرساليات والبيانات تقلبات، ناسها تبرعت وسكنات، همداتو بالشعارات والبلاغات. مارس 2011 العائلة السكاكية تبشرات بالإرسالية رقم 12 فرحات وصغرتات، في دجنبير 2011 الوعود تبخرات. جينا هنا تضامنا مع متقاعدي وأرامل وذوي الحقوق متقاعدي السكك الحديدية بالحي السكاكي الجديدة. السكن للإدارة الآن ما بغت لا تدوز لهم السكن لا اللي في التفويت ولا البناء حسب التزامات والبروتوكولات نتاع 2011. الإدارة ملزمة باش تبني لهم 200 سكن، ولكن لحد الساعة ما عرفناش الأسباب اللي كتملص من الإدارة منها، ما عرفناش هاد الأسباب علاش هاد المشاريع جلوها، هذا علاش ما دوزوا لا ما دوزوش لا ما كانش تفويت للسكن وما كانش البناء، وكيقولوا للناس كيدعيوهم كيرفعوا بهم دعاوى قضائيه. علاش دفعوا بهم الدعاوى القضائيه؟ وهذا احنا رحنا ضد هذه الدعاوى القضائيه، ومع التفويت او البناء. والحل راه البسيط، الحل البسيط تبني لهم كاع المدن المغربيه، كل القطاع كاع المدن المغربيه في القطاع السكاكي الا وبناو لهم من وجده حتى الاسفي حتى مره كلشي بناو لهم الا جديده. علاش حنا لحد الساعه ما عرفناش؟ هذا هو حقنا، غتشعل غتشعل حقنا غتشعل غتشعل، يا نار السكاكي غتشعل غتشعل، نار قوية غتشعل غتشعل، سكاكيد في يد وحدتنا لازم تصمد، سكاكيد في يد وحدتنا لازم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.